في الغربة الناس بتتعب جدا علشان تواجه أعباء الحياة ومتاعب الغربة وشقائها ومشاكلها وأزماتها والابتعاد حتى عن الوطن والأهل، والناس حتى في الغربة بيتكتلوا مع بعضهم البعض يعني. فلما تسمع انه تلاقي فيه ابن يعني مدرس مصري ومدرس مصري آخر في سلطنة عمان، يعني الجريمة مصرية، الجاني مصري والمجني عليه مصري، ابن المدرس قتل زميل أبيه، يعني نوصل حتى إلى الخناقات العائلية. مسألة الحقيقة مثيرة للدهشة والغضب. يعني هيخلينا أسأل السيد عبد العال ابن خال الضحية. أستاذ سيد، أهلا بيك. السلام عليكم يا فندم. أهلا أهلا بيك يا أستاذ سيد، أهلا وسهلا يا فندم. باية في حياتك، ربنا يصبركم. أحاول دوام من يا ربنا. قول لي، هو المدرس يعني المصري قتل على يد ابن زميله؟ ابن زميلي للأسف من المنصورة، المحل الثاني. آه، وهو منين المجني عليه؟ المبنى عليه من قرية في شبانة ومقيم بالمحل الغربية. طيب، يعني المهم انه الاثنين من مصر، يعني ايه اللي يوصل خناقات يعني الاثنين في الغربة؟ يعني ايه اللي يخلوهم يتخانقوا كده يا سيد؟ الاثنين في الغربة، الأب والابن كان عاملين مع الابن محمد في السكن معاه، وطلب من الأب يمشي عشان يجيب والدته، يجيب زوجته وأولاده. اه، فحصل مشكلة بين الاثنين. يعني هما المدرس وابنه قاعدين معاه يعني، فهو طلب إخلاء المنزل عشان يجيب زوجته وأولاده يعني. الكابتن دوتو ايوه نفس الشيء كده بالظبط. فبعدين الولد زعق مع ابوه قدام محمد، والاستاذ محمد بيكلمه بالراحه، بيقول له ابن البحث ما تكلمش والدك كده قدامه، قاموا وهزقوه وقال له ادبهم وطردهم من الكابتن. اه، والابن ده كام سنة؟ 21 سنه. 21 سنة. وكان لي حكي قبلها بشهور مع عامل هندي ضربه بسنتين برضه. هو ده قتلوا بإيه بقى؟ ده دي خنجر بإيده، ضربه 15 طعنة، ضرب محمد 15 طعنة، كم طعنة؟ 15 طعنة. 15 طعنة؟ أيوة تمام. ونفس الابن نفس القتيل دوت اعترف وبيقول لك لو اتكررت لحد تاني هعمل كده تاني. ليه كده يعني؟ الا ده مفيش ما يدعو يعني، ده خلاف طبيعي وعادي بيحصل بين الناس يعني. عادي جدا ان محمد بن سلطنة عمان كلها مبزوعة على الخبر، والناس كلها بتشهد له بحسن الخير والسمعة والسلوك وكل حاجة، بل الأخلاق فوق الوصف. انا اللي مندهش له بس يعني مصريون في الغربة يعني، وكمان يعني هما الاتنين مدرسين زملاء يعني، ايوه وفيقوم يقوم ابن احد المدرسين يقتل زميل الاب، يعني كمان مسألة. للأسف الدلع والمصاريف الزيادة عملت مع الشاب كده، عمل كده قبل كده من 6 شهور مع عامل هندي، ضرب أكثر من 7 8 طعنات، وللأسف الهندي عاش وتنازل عن العسكري الدية وتنازل عن المحكمة. طيب، في الشك انها يعني جريمة كبيرة، تم القبض على الجاني مش كده؟ تم القبض عليه يا فندم، ومحبوس دلوقتي واعترف، وبقول لك لو اتكررت تاني نفس المشهد هكرره تاني. ده انهيار في الأخلاق وفي القيم وجريمة يعني. ضاع الـ الابن الشاب وضاع المدرس، اللي يعني الجميع بيتحملون آلام الغربة علشان يرجعوا يعني بلدهم وينفقوا على عوائلهم. للأسف الشديد يعني جريمة مثيرة للدهشة والغضب يعني، وببساطة شديدة كان يمكن احتواء أي خلافات من هذا النوع. بشكرك يا أستاذ سعيد، ألف شكر.